بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اعمل مجموعة نقط كتيرة مرة واحدة. اقول له اكس واي زد، عندي في بعض الزرار بتعلق في الكورد اكس واي زد. اقول له اكس واي زد جريد وابدا اديله معلومات. انا دلوقتي عايز الاكس كم مرة والواي كم مرة والزد كم مرة. ممكن نخليها سلايد، انا كسل اوي يعني، فمكسل ان انا اكتب. تمام، هقول له خلي الاكس ديت، وخلي برضو اعمل لي واحدة كمان للواي وواحدة كمان للزد. تمام، وخلي دول مثلا بالشكل دوت. طيب، هو محتاج مني نقط الاكس والواي والزد، ممكن اديهم له نمبر، ممكن اعمل لهم كل واحد فيهم نمبر، وممكن اربطهم كلهم بالنمبر دوت. طب الاكس واي وزد السبيس اديله برضه نمبر. واقول له انا عايز برضه ايه اتفرج اهما اتحط اهمت جيومتري زي ما انت شايف. ممكن اقول له واتش برضو، واتش 3D. الواتش والواتش 3D. تمام، وابدا بقى ايه اغير في مثلا في عدد الاكس، في عدد الواي، وعدد الزد. الزد دهوت اظن عشان تعملها وتقعد تعمل اري وبتاع، وعايز تعدل الاري هياخد منك وقت كتير. انا خلاص بقى الموضوع سهل جدا ان انا ايه اعدل بسهوله. انا ممكن اخلي ده مثلا 3 وده 6 وده 3، هتلاقيه اتعدل معاك بسهوله جدا زي ما انت شايف.